قبل هذه المباراة أو مثل هذه المباراة بالنسبة لك بالنسبة إليك فيها تخوف أن تلعب ضد بنزيما، ضد فينيسيوس، ضد لاعبين كبار، أم حافز بالنسبة لك؟ لا، وهو ديما ملي كتلعب مع فريق كبير تيكون واحد يعني الواحد كيلعب قاعد الكرة كنلعبوها باش تلعب بحال هاد المقابلة. كنظن الواحد كيتعامل مع المقابلة بواحد واحد البليزير وكيدير خدمته، يعني كيدير خدمته بحال اللي قلتي، يعني كيتعامل المقابله بارتياح ويعني كما شتي كتقدر تخسر بخمسه، تقدر تخسر بسته، تقدر الماتش يطلع عليك يعني بحال هكا والفريق يدوز. فهذه كره القدم، يعني واحد الحارس مرمى ديما كيكون في, 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 في يعني يدير خدمته والباقي كيبقى الفريق. ياسين، كلمة أخيرة تتوجه بها بعد هذا الفوز الكبير هنا لجمهورك، جمهور المغربي، الجمهور العربي عبر بين سبورت. وتحية كاع الجمهور يعني المغربي والعربي عامة، ويعني الحمد لله احنا كنديروا ديما من جهدنا باش نحاولوا نشرفوا لا المغرب لا البلدان العربية، والحمد لله يعني حتى احنا كنحسوا بليزونكوراجمون ديالكم وشكرا. شكرا ياسين، بالتوفيق اذا، هنيئا هذا الفوز الثمين.